بقول لك سيجاره متغمسه من بتوع زمان القبطان. لا يا اخويا كفايه البلاوي اللي اديتني ليها منكم لله. لسه يا قبطان ما عرفتش يوم الجمعه راح فين؟ لسه والله يا رزه هتجنن. اللي خد منك الجمعه قادر يرجع لك السبت. ده انت رحت بدري بدري. حلاوه حلاوه. اصبر يا نور وانا صبري طال. وعينه زايدة. هو فعلا بصبص وعينه زايدة بس ده آخر اطمني. هو اللي زي ده له أول عشان يبقى له آخر؟ أوله شبه آخر. الله ده الأصبع ده الجرح دبل ونشف وأشر كمان ولسه معلم. سلامات يا معلم. أصلي وحياة أمي أصلي. أيوه أصل أنا بقول لك إيه؟ تعالي تعالي اطلع لفوق عشان الرجالة ياخدوا حواراتهم وخلاص يعني وبحبحوا في كلامهم. يلا بلا نيلة، هما لو كانوا رجالة بجد كانوا يبعبعوا في الحوارات. عليا النعمة، كتر الكلام في الحوارات هيخلي الدستة منكم تعريفة. سلامات يا معلم. تعالوا على خباتكوا، ما انتوا عارفين النسوان عاملين زي القطة تاكل وتنزل. يلا ابدا الجلسة، اللي عنده كشف يلا. انت على الحالة. طبعا احنا عارفين النظام، احنا هنرمي الظهر وصاحب الرقم هيقوم يسأل. سيدو يا سيدو سيدو سيدو. انا دكتور. انا بقول لك ايه، اسال بس في الانجاز، ما تلوكش كتير، اديك شايف العيالين في القهوه كتير. حاضر يا معلم. لما مؤاخذه يعني كلمه يعني فيها قله حياه شويه يعني يا دكتور. لا لا حياء في العلم لا حياء في القهوه. ليه يا ادم؟ لمؤاخذه الحريم بتاعنا ما بيلدش عليهم كلام الحوارات دوت يعني، والواجبات الزوجيه بيبقوا تقال عليهم قوي. عايزين نحل عقدتهم يا دكتور. الله يبارك لك. كويس انك سالت السؤال. اتفضل استاذ. ماشي يا دكتور. السؤال ده طبعا كلنا بنساله، بس انا هقول لك. لما حضرتك تروح لها بريحه عرقك وبزيتك وبشحمك وريحه شيشتك، هو طبيعي يبقى هم تقيل عليها وعلى قلبها. انما لو انت استحميت وحلقت دقنك ورشيت لك ريحه حلوه سرحت شعرك كانك ربي دعوه انت بالكلام ده خالص خالص. الحكمة دي رجالي زي ما حمام بعد مهم، حمام قبل أهم. زي ما حمام بعد مهم، حمام قبل أهم. حمام قبل أهم. الدكتور بقى أهم. البت طبت عليا في المستشفى ولهتني، وكان عندي عمليات كتير، وطرت بعدها على العيادة، كان عندي حالات أكتر ملحقتش أشوفه طبعا. يا عمر أنت مش ناقص مشاكل، كفاية اليوم اللي اتسرق منك وعربيتك اللي ضاعت. آه يا عمي آه، هتجنن هتجنن واعرف اليوم ده تميل راح فين. خلاص يبقى مفيش داعي تعمل مشاكل مع عوني. نعم ده راجل اهبل عايش لي في دور النغب ورياله، عايش لي في دور الحبيب والغراميات، مش كفايه اني مستحمل رزالته وذمته الواسعه؟ جريلي مالك بتلقح كده كلامك جارح. كلامي جارح وبلقح ليه؟ هو انت رزل ولا ذمتك واسعه؟ لا طبعا، بس انا عايش في وهم الغراميات. عيل ونغة. غريه يا عمر. ها مدام نه. لا تحت امرك مفيش اي مشكله خالص. ميه كتير ولا بسيط؟ لا مفيش مشكله، بس هستاذن حضرتك تعدي عليا بكره بعد 3 مثلا. اي وقت بعد 3. خلاص نعمل سونار كده ونبص بصه نشيك تشيكه كده كويسه. ماشي ما عرفت. لا مفيش ازعاج خالص، تحت امرك. مع السلامه مع السلامه. مدام شروي. ميه كتير؟ طب لحظة واحدة خليها عليك معايا، لحظة واحدة. أيوة مدام نعيم. ولادة؟ طيب. يا عيني عليك يا عمر. الدكتور جاب ميه. على فين يا فندم ده هو؟ أنت فاكرها تكاية ولا حتة طرية؟ دي منطقة رجالة يا زبالة. الصوت اللي أنا سامعه ده يا ولاد؟ ده ناموسة ملموم عليها شوية دبان يا معلم. غلط غلط يا خروزي غلط.
البنت دي تخصني وما لعيش تصرخ خروج. اتأخرت ليه يا فنجان؟ اسمع يالا، أي حركة هجومية هتلاقي نفسك لابس في حيطة سد. أنا قلت لك البنت دي تخصني. ماشي ماشي ماشي. طب مش لازمك كيف ولا مزه يا باشا؟ هو مش برضو كده التصريح اتمضى؟ هو اتمضى بس لسه ما اتختمش. اختمه، ما هو في حاجه عشان يتختم. اطرش وهات من الاخر. بص يا ريس، البنت دي اخرها تهزها زيتين تطرق قاعده وتسلمها زي ما استلمتها، وعشان ما يحصلش بقى لبش ودق سجاط محسوبك لازم يقف ضلها، يعني رجلي على رجلها. ياكل ياكل. لا راجل يالا عجبتني، هاتها وتعالى ورايا. يلا يلا يا امور. جرايه يا فلانك، ايه اللي خلاك تجيب الرجاله وتيجي زي ما حضرتهم اصرفهم؟ قدر نسمع كلام البص ونمشي. لا سمعت. تعالى يا اختي ادينا شغل. ايه يا بريزه في ايه؟ شغل نلص نلص. فلانكات خلي بالك من عبد ايوب ونايمه في فرشتي. تحت امرك يا ست بولي. يلا يا اختي بينا، يلا بينا. دي حكايتي مع عمر، بتاعة ما عرفته لحد ما سيبنا بعض. تحس ان كنت ساذجة اوفر مش كده؟ ليه مسميها ساذجة؟ عشان ما ينفعش واحدة تآمن لواحد سمعت عنه كل اللي انا سمعته عن عمر ده. انا حتى لما سألته ما انكرش، بس قال لي دي نزاوات عادية بتحصل لكل الرجالة، وانا صدقته. اكيد عشان حبتي. اكيد، وإلا ما كنتش ارتبطت بيه. طب ولسه السؤال نفسه فيه اهانة انا ما اقبلهاش. عايز فاهمينك نسيتيه بالسرعة دي؟ الحب ما بيتنسيش، الحب بيخلص زيه زي اي حاجة في الدنيا، زي ما ليها اول ليها اخر. كل يوم بكتشف فيك حاجة، وانا كل يوم بحتار فيك اكتر من اللي قبل. ايه بس كده؟ ده انا واضح زي الشمس. اصلك اخر واحد كنت اتوقع انه يقرب مني بعد حكاية عمر. انت كنت معانا طول الوقت، كنت بشوف اللي انت بتعمليه معايا، خوفك عليه وفي الجنب واصرارك انه ينجح. صراحة كنت بحسدها، كنت بتمناكي. اكتر حاجة مبسوطة منها صراحة. هو انا ليه دايما حاسس ان مالكيش حد؟ عمري ما سمعتك بتتكلمي عن حد من اهلك. انا ماليش غير امي، لا شفت لي اب ولا ليا اخوات، وقرايبي بعيد حقيقي، ماليش غيرها. طب هي فين؟ الحمل بقى تقيل عليا قوي، سما في سن خطر، وعمر في مرحله اخطر، وانا بصراحه تايهه من الاثنين. لا سما صغيره ولا هو كبر، سما بتعيش سنها الطبيعي جدا، وعمر كمان بيبتدي حياه جديده، واكيد ربنا شايل له الاحسن ان شاء الله. والله ده اللي انا بفكر فيه. عارفه لو حصل اللي في دماغي ساعتها بس قلبي هيحس ان انا اطمنت عليه. تينا كفايه قوي اللي راح منك يا حبيبتي، اتمنى بقى بعد ما قلبك يطمن يدقه كمان طعم الدنيا. دنيا ايه بس يا ملك؟ انا خلاص بقيت براها، اخترت كورنر كده في حياتي صغير قوي جنب اخواتي. الحمد لله ما حدش بياخد كل حاجه، وما حدش بيخسر كل حاجه ابدا على فكره. ايوه بس انا جربت حظي مره وخلاص يعني. وايه وايه؟ لا انت اول اللي اتطلقوا ولا عمرك هتكوني اخرهم، واذا كان يعني على موضوع الخلفه يا حبيبتي. مونيكا ارجوكي مفيش داعي تفتحي الموضوع ده، ما بحبش اجيب سيرته. انا مش فاهمه انت ليه محولاها لعقده كده وخانقه روحك بيها. لا هي عقده، عقده وعيب كبير قوي، وده العيب الوحيد اللي بيكسر اي ست في الدنيا، لان فعلا بيحسسها بالنقص. ايه ده؟ من فين عمر؟
دخل اوضه العمليات خلاص. ليه في حاجه؟ الدكتور عوني كان جاي عشان عايز يعتذر عن اللي حصل. بعد ايه بقى؟ والله العظيم كل اللي حصل ده سوء تفاهم. مش ممكن اشوف اخت صاحبي وحبيبي وشريكي وما اعزمهاش على حاجه. كل الحكايه دي حصلت صدفه. على العموم هو خلاص دخل اوضه العمليات. لا هستناني اهو، هفضل اهده على باب اوضه العمليات. انا مش هتحرك من هنا غير لما يطلع وابوس على راسه ونتصفى. على العموم طبعا يعني عمر دماغه كبيره وهيقدر اكيد مجيتك دي. اكيد. خلاص بقى بنت، في ايه؟ ما كانتش مصلحه وصالحه وراحت لحالها. سيبني يا خلوص، سيبني اعمل لقمه ليا وللراجل اللي طلع عينه من تحت راسك. انا كنت جاي اسوهم لك بالاسفلتر ما عرفت الموضوع عافيه، لكن بالتراضي عادي كله شغل. دخلي بس يا اخويا نفش لي ريشك ولمم لي شويه عيال من الحاره وعامل لي فيها سيد الرجاله. واول ما شفت ورق البنك نوت قلبت مره رخيصه من هشديه. لا ما لو كانت مره رخيصه ما كنتش خرجت زي ما دخلت من غير ما حد يلمسك. سيب ايدي. ما تهدرنا يا مايور. فريزه هانم بتتكبر وتتنطط على اكل عيشها. اسمع كلامي يا ابني وتلموا تحت سقف واحد تتداووا فيه بدل المرمطه بتاعت الشغلانه دي. ما تهدرناش انت يا مايور، رايح انت وانا بنصحيك. اصل الكلام ما جاش على هواه يا عم ايوب. كل حي اضرب حاله يا بنتي. تعالى بنت، عايزك في حاجه، عايزك في كلمه كلوز كده. اطرش اطرش، خلص اللقمه دي وحصلينا على السايبر عشان نحيي الشغلانه الميته اللي هتنطرنا من الفقر اللي احنا فيه ده. ماشي ماشي ماشي. سلام يا غزال. سلام يا عم ايوب. سلام. كل يا حبيبي كل. مين ده؟ ده دكتور عمر النواوي، اخصائي امراض نساء، مشهور ومعروف لناس كتير قوي. وعلاقته ايه ببنتي؟ لا دي علاقه قديمه وبتتجدد، بس مش ده المهم يا ريس. امال ايه المهم؟ الفيديو ده لو وقع في ايد حد من اللي بينافسه سعادتك هتبقى الحكايه مش لطيفه، وخصوصا ان الهانم الصغيره باين عليها السكر ومش مظبوطه. ده غير الفضايح في المستشفى وغير كمان سمعة الدكتور اللي عنده فضايح كتير. وانت علاقتك ايه بكل ده؟ والله يا فندم انا واحد من اللي عندهم امل ان اللي يمسك البلد يكون زي سعادتك، ومن واجبي ان انا اجي احذرك. ومطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عن نفسي مش عايز حاجه. المطلوب من حضرتك ان انت تخلي بالك من بنتك وتبعدها عن ايد الراجل ده، وتفرمل الحكايه دي قبل اي حد من الاعداء ما يحس بيها. قلت لي اسمه ايه؟ ولا شنكر. اهلا اهلا حبيبي ابو الميادين. اهلا اخويا. خلصت المصلحه ولا لسه؟ طبعا. ثانيه واحده. تعالى يا بت فريزه. ايه عالي، انت عارفه الحاجات دي يا بت ولا لا؟ طبعا. ده كمبيوتر. اسمه ايه يا اختي؟ كمبيوتر. كمبيوتر. منك مستفيد. ليه يا اخويا انت فاكرني مش مسقفه؟ لا مسقفه وزي الفل، ربنا يكرمك يا اختي. انت فين يا كليب عليوي؟ وشكلنا هنشوف فريزه على القريب العاجل، على المولد والتيت وصفي ناس كمان. طب ما تركز معايا يا رحمة. ماشي يا معلم هشوف واحكم. تعالى بريز. استنى بس يا ملغمه، استنى عدي عليا اخر النهار كل الدنيا. طب شد انت شكلك هتصيط يا بنت الهرمة. عقبال يا اخويا كده ما تتصيط زي يا ابن ال حلال. يلا بينا. حلال. مساء الخير. مساء الخير. من فضل حضرتك كان في حجز باسمي سميحة سميح. ايه ده؟ هو حضرتك تقربي لبهيرة بهير وسميرة سمير بتوع الفيلم إياه؟ لا انا واحدة من بنات العام. انا بحب الفيلم ده قوي قوي. انا كمان. مدام نهلة حضرتك اللي هتعملي السونار؟ ايوه. لحظة واحدة. لسه بدري مدام، مش هتقابليه دلوقتي، لسه قدامه حالة. نرش على سبيل الاحتياط. على راحتك يا مدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. شكرا. تحب تشربي يا فندم؟ لو ممكن قهوه مظبوطه. بس القهوه يا فندم مضره على الجنين. جنين؟ ايوه. معلش مش مشكله. ميرسي. نجيب حاجه فريش كده. اوكي ميرسي.
تسلم ايدك يا دكتور. ان شاء الله حضرتك تمشي على الدواء ده. ده مرتين، ده ثلاث مرات، ودي حقنه مره في الاسبوع. لو حصل اي حاجه كلميني ولا بتعملي ايه؟ هو انت لسه ما بتبصليش وانا بكلمك؟ ميرسي جدا، نورتينا يا فندم، نورت في عيادتك. وكمان بتتكسف؟ يا اختي عليك. باي باي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كملها معانا بالستر يا رب. البرفيوم ده مش غريب عليا. مدام سميحة سميحة يا دكتور. سميحة سميحة مين؟ اتفضلي يا مدام. سميحة سميح. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. هاي يا دكتور. هاي يا عفة. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. شفت بقى ان انت لسه فاكر ريحة البرفيوم بتاعتي؟ عفة. ايه يا اهدي 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 شويه. اللي حصل في المستشفى مش هينفع يحصل هنا على جثتي. ده مكان اكل عيش. بص يا حبيبي، المره اللي فاتت عرفت تجري مني وتهرب عشان انا كنت شاربه حبه صغيره، بس طبعا مش زيك لما كنت شارب كوبايه عندي. بس يا ماما خلاص وانت صوتك. لو انت جدعه بقى تعالي لي في اليوم ده. نفسي اعرف راح فين. هو ايه يا حبيبي؟ انا جيت لك الخميس. انا جيت لك الخميس ونمت الخميس وصحيت عندك يوم السبت، يوم الجمعه اللي هو بتوينه ده. راح فين؟ انا يا حبيبي لقيتك عندي يوم الجمعه بالليل. ماشي، والجمعه الصبح كنت فين؟ اكيد يا حبيبي كنت بتقعد مع واحده تانية. بقعد ليه؟ وانا عملت معاك ايه الجمعه بالليل؟ وصل وليهم في كل شق ثعبان واللدغه منهم والقبر. يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انت معاك فلوس، فلوسي كله. دون في بيه افريد هذا فلانك يا معلم. تقلي حبسك ما وكويتش كده. خرمه يا معلم، خرمه تسمى لا توش. كل ما احط ايدي عليها انا في حته ثانيه. الواد مخه خفيف شويه، عامل ايه؟ بقول لك ده راجل ما يسواش ثلاثه نكله. معاك مرمطنا في الحاره ودخل عليا البدرون وانا صلت الملح. بقول لك دول ناس فدنا خالص. بس الناس دي روحها في ايدينا يا بريزه، خدي بالك يعني. والهرمان اللي هم فيه ده كله واقف على عودين كبريت، واحد سمعه والتاني صين. احنا قافشين في واحد، لو عضوا معانا هنخليهم برجل واحده. ماشي يا اخويا، خليني وراك. يعني كان ابويا اللي مات برجل واحده. اتس اوكي يا برازرز. عارف يا اختي، مع ان انا ما بفهمش منك ولا كلمه، انما بحس بافتخار كده هوت وانت بتكلم اسمه ايه افرانجي. طب بالمناسبه دي بقى انا هصارحك بحاجه عمري ما قلتها لك قبل كده. بجد؟ ايه قول، انطقها ابوس ايدك. هقول اهو، الانجليزي اللي انا بتكلمه بطلاقه ده كله انا ما اتعلمتش منه حاجه، ده خلقه ربنا مولود بيه. اه والله. هو ده اللي انت كنت هتقوله لي؟ اه. ده بس؟ مش حاجه تانية؟ لا 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 لا، مش حاجه تانية. اديني الصبر يا رب. يا الصراحة دايما بتزعل كده ولا ايه؟ كمان ماشيين ناس ورايا صوروني في الفيديو ده، وصلني لحد الحفلة. ويا عالم وقع في ايد مين تاني؟ انتي هتضيعينا كلنا باستهتارك ده، وتضيعي تعبنا معاكي. ليه؟ هو انتوا بتعملوا ايه طول الوقت؟ غير نازلين كذب وفشل على الناس علشان سيادته يبقى رئيس جمهورية وحضرتك سيدة مصر الأولى. قاسي بس يا ميار، أول مرة تمد ايدك عليا. والله لو رميتي نفسك لحد الانتخابات ما تخلص لحبسك في اوضتك هنا زي الفلان. انت سامعه؟ انتخابات ايه وصفتي ايه؟ انا عايز اعرف ايه علاقتك بالراجل ده؟ عجبني، داخل مزاجي، حد له شغل في حاجه؟ سامع كلام المستفز؟ انت باين عليك عايزه تتربي من اول وجديد. اه يمكن. اه اما الراجل ده بقى ايامه سودا معايا قدامي.
ضيف الليل سهران. صوتي وحش؟ لا تاهت ولي لا. ايه دي اللي انت لقيتها؟ شكل المعلم واقع على حل اصلي. هو من جهه واقع من العاشر وحياتك. استني انت بس يا بنت خالتي، خلينا نسمع الدولار. سمعهم وحياتك وقسم على السجار. انتوا جايين تهزروا يا جماعه؟ انتوا جايين تهزروا وانا في ورطه؟ انا في ورطه وانتوا السبب فيها. لا ما احنا بنحصر لك الجمجمه يا قبطان. صب يا معلم بقى وخلصنا. احنا هنعيد اليوم زي ما هو. ما احنا كده هيسقط مننا يوم تاني. ولا ايه يا بنت خالته؟ بنت خالته مين؟ الله، ما احنا لازم تصدقوني واحد فينا لازم يكون فايق صح يعني عشان يشوف بنعمل ايه ويعجلنا. يمكن نوصل. والله ما فاهم ولا كلمه من اللي انت قلتها، بس فكره نجرب. كده كده محدش فاهم حاجه. اسود بس، ده انا هخليه يشوف الوان الطيف كلها مضروبه في الخلاط. الحلو في الموضوع يا دكتور ان احنا بعيد وبنتفرج، والراجل اللي اسمه ربيع ده واصل اول فوق وسيته عالي اول من دول، يعني الف من يتمنى يخدمه في التخليه وخلافه. سيبه يتليه عننا شويه لغايه ما احنا نظبط شغلنا. بس دكتور انا قلقان شويه من اللي اسمها صفوه دي. اشمعنى يعني؟ حتى مناخيرها في كل صغيره وكبيره. الست دي لازم لها سكه يا دكتور. لا 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 لا، سيبك منها خالص، ركز انت بس مع ربيع رجائي واللي هيعمله في صاحبنا. عموما انا هعدي يومين كده واروح له، لو ما عملش حاجه هروح وهدده. لا تروح ولا تهدده، انت كده كده ليك زياره تانية. زياره تانية ليه يا دكتور؟ تمن الصور والفيديو. ايه لا مش هنرزق احنا كمان ولا ايه؟ احنا في ايام الدافع في الفضايح فوري كده ولا ايه يا دكتور؟ صدق لساني مش قادر اقول لك يا دكتور. يلا يلا يا مرتضى. انك بتنط مراحل بسرعه قوي. مراحل ايه اللي بنطها؟ انا بحبك وعايز اتجوزك، واظن ده واضح بقاله كتير قوي. بس احنا لسه مقربين بقالنا فتره قليله. انا ما بفهمش في الكلام ده يا صفو. انا اللي اعرفه بحبك يعني اتجوزك. بس انا بخاف من الاستعجال ده يا غازي. يا ستي خد الفرصه اللي انت عايزاها، بس على الاقل نعلن الخطوبه. اجي ازورك وانا صحيح لما اجي اتقدم لك حاجه اقعد مع مين؟ هبقى ابعت لقرايبي اللي من بعيد يجوا يقابلوك. خلاص بعتلهم بقى. وانت ايه اللي خلاك مستربع على الجواز كده فجأة؟ ما احنا بنتكلم بقالنا شوية وما لمحتش حتى لفكرة الجواز، فجأة كده عايز تعلن خطوبتنا؟ مش غريبة دي؟ هو ايه الغريب في كده؟ يا صفا انا بحبك من زمان، ولما لقيت الوقت بقى مناسب عرضت عليك الجواز. معلش اديني فرصة افكر شوية. حاجة واحدة بس من اللي ضربوها دي كافية انها تنسفني. توبنا الى الله. ما بتعرفش تتوب انت. يا بنت اتلم يا بنت، الف بعد الشر عليك يا حبيبي. بص عليك يا عمر، كنت خدتني معاك اتفرج. فرجت. يا دماغي صداع هيفرتكها. فرتكها؟ حتى وانت مش في وعيك بتعك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ناصر، ناصر بوعي ولا من غير وعي؟ ما هو كله مبسوس فيه واخرته قفشه في ظهر الدماغ. تفتكر انا كنت عملت ايه من المصايب دي كلها؟ اكيد ما جريتش ورا الستات بالفانيلا. يا نهار ابيض طبعا. لا يا دماغي. يا فانيلا. كفت بس يا بنت، بدل ما اقوم اعدلك تلمي. مش عارفه الا كنتش نمت على الرصيف.
ولا كنتش فضلت اقلع هدومي وسط الناس؟ معقوله؟ شفت اهي اخره المشي مع زباين جهنم. انا قلت له بلاش الفرع، قال لي نجرب. ما هو كله من اول كاس يا مندوب ابليس. خلاص بقى عمر مكبر دماغك، ما اللي حصل حصل. بس خلصنا. السفريه للبلد دي هتنسيك كل القرف اللي حصل. كل كل يا حبيبي، انت ما كانتش حاجه خالص. حطي لي طب وانا اهو فرق. مش منه هو يعني. خلاص اكتفينا. اي نعم. لا مفيش. صبحه بتسال عليك ياما. صبحه، اللهم صل على النبي. صبحه وهي صبحه فريش كده، الله اكبر، قلب ابيض ووش طازه. اورجانيك يا اورجانيك. بتنجانه؟ اتفضل. اللهم صل على النبي يا بنت، خرطت البنات خرطك يا بنت كده، وبقيتي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. طيب الله اكبر. اللهم صل على النبي. تعيشي يا قبل اكتفين. يا اخي على قبل اكتفينا. قمر يا اخي قمر. قومي يا صبحه، ده واقف دكتور عمايل ايد. قومي يا حبيبتي قومي. عمايل ايد ده ايه؟ الفراخ والحمام والبطاطس. ادي له بطاطس. جميله جميله من عيني. اللهم صل على النبي. اتفضل يا دكتور. يا دكتور شفت دكتور دي؟ حلوه قوي الدكتور دي. كبرتي يا سما وبقيت عروسه. هاي هاي. ردي عدل، ردي عدل. ايه؟ شيل البتاع ده من ودنك، شيل. انت عارف يا خال، طول ما احنا ماشيين وعمر عمال يقول وحشنا قوي بيت خالنا. يا سلام، ولا اكل صبحه وجمال، وحشني قوي قوي قوي. انا قلت كده؟ ايوه قلت كده. قلت انا قلت اكتر من كده يعني. قلت جامد. والبطاطس والكنافه والبقلاوه. مش قلت لك؟ قول يا حبيبي انا كنافه. عمر ما كنتش مصدق انك هتنورني يا صحافه بصراحه. ولا انا. بتقول ايه؟ ولا انا كان ممكن اضيع فرصه زي دي ابدا. يا مرحب يا مرحب. بقول لك ايه؟ انا مش مطمن خالص الست اللي في النص دي خالص. ناوي تدبسك وتلبسك اسود. لا لن يحدث ذلك ابدا. افلح ان صدق. بتنيله واستكمل الاكل قبل ان يبرد. هيا بنا اذا. ياه، تحس كده ان الواحد فك وراح راح على الاخر. الجلابية دي، الهوا هنا منعش منعش، ريحته مختلفة، والشمس حتى لساعتها دافية كده، مش اللي بتحرق بتاعتنا دي. جنة بصحيح. بس للأسف البني آدم اختار التفاحة وخرج من الجنة، وانت كلها يوم ولا اتنين وهتزهق وتمشي. من ساعة ما حطيت رجلي هنا وانا عندي احساس غريب اوي، شبه الاحساس اللي جالي وانا في الحج. احساس رجعت بعديه مصر اني اتغير وعايز ابدا صفحه جديده مع الدنيا. وانا مصدقك بجد. والله والله العظيم. بس انت عارف دي أول مرة أقعد مع حد بيبقى مصدق إن أنا اتغيرت. والله العظيم أنت حاسس إن أنا اتغيرت. طب قولي والله. قصدي أنت يعني أنت ما قعدتيش معايا غير ساعتين ثلاثة. في حاجات كتير ما بتتحسبش، بتتحس بس. أنا ليه حاسس إن أنا أول مرة أشوفك؟ عشان كان في زحمة قصاد عينيك خبلاك. أنت عارفة القعدة اللي قاعدينها دي ليه؟ عارفة. والله عارفة. انت خبيث بقى. قلبك القعده دي عشان بشتري حته ارض ورا هنا. والله ناحيه شمال في مين كده. بس انا قلقان يا اكتفين. لا
بس يا خال قلقان من ايه؟ ده ربنا بيقبل التوبه، هنيجي احنا يا عباد ونقف قدام صاحبها، وبعدين الحمد لله ربنا بعده عن كل شياطين الانس والجن، مش كده ولا ايه يا عم حافظ؟ طبعا الحمد لله. واحنا بقى بصراحه نفسنا كده في واحده جميله زي صبحه كمل بيها نص دينه. اللي يطلق ليلة دخلته ملوش امان يا بنتي. يا خال ما انا حكيت لك كل الظروف، ومش يمكن ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا علشان تبقى صفحة من نصيبه واسمته؟ أيوة. وبعدين عمر ما شاء الله صحيح هو فلاتي وبتاع نسوان وما يتأمنلوش. أيه يا عمي ده؟ أيوة لسه. إنما إيه، شوف عمر يعرف نسواني بعدد شعر راسه عم حافظ ولو في كل خراب عفل يا عمي، ودير الكلب عمره ما يتسلم. يا نهار اسود، وطبعا كل الحاجات دي عملت له مصايب كتيره. يا عمي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ سيبيه كمل يا اكتفينا، قول يا صحافظ قول. ايوه يكمل ايه؟ وبعدين بس عمر برضو ما تنساش انه دكتور قد الدنيا، اشهر دكتور امراض نساء وعنده عياده. اه والله. لا وايه، والشريك في عياده كبيره، مستشفى. كل عضو برب الفلق. انا ما بحسدوش، انا بقول كلام الخلاصه فيه. ليه بقى؟ عشان احب اقول اللي له واللي له. عايز توصل ايه يا صحافه؟ عايز اقول مين فينا ما غلطش، مين فينا ما ارتكبش اخطاء. انا هو قدامك تاريخ في الغلط. اللهم صل على النبي. الله اكبر، ربنا يحميك. يسلم فمك. اسكت بقى، اسكت خالص يا عمي كده. خلاص الحمد لله وكده خلصت. قلت ايه بقى يا خير؟ قلت ايه بقى؟ انا جايه كده وكل امل ان ربنا يتمم الجوازه دي على خير. وطبعا بعد اللي انا قلته لك ده بقى ما تقدرش ترجع في كلامك. الله يكرمك. ولو لعب بديله كده ولا كده خدي زي ما احنا عارفين. يا نهار ابيض، بص عندك اهو كلنا برابطة المعلم، اعمل فينا اللي انت عايزه. ايوه اعمل فيهم اللي انت عايزه. ليه بقى؟ يعني نبعد بقى نجيب لبس الفرح. خلاص يبقى نعمل خطوبه في الاول، وقدام شويه شهر ولا شهرين كده نعمل الجواز. خلاص على خيره الله. اشرب ايه؟ الشاي. قلت عنك كلام يا رب يكون من نصيبك.
شربات يعني لا. ايوه انا عايز شربات. انت مش عارفه مصلحتك. بلاش شربات. ايوه بلاش شربات. نعين شربات. اجلس يا سيدي. عايز اعرف مين الدكتور عمر النواوي. في ايه يا سعاده الباشا؟ دي فرح بنتي ولا جوز بنتي. ما تاخذنيش يا حاج. مين فيكم الدكتور عمر النواوي؟ اهو الدكتور عمر النواوي. ويعلم هيعملوا بيها ايه؟ هو انا مش عارف طلع لنا منين الدكتور عمر ده. سعادتك بقى كنت ماشي سكران ومعاك واحده ست، والظاهر كنت مروقين شويه، وعلى طريق المريطيه خبطت واحده ما فكرتش حتى تقف تسعفها. ده انا نهار اسود. ايه اللي بتقوله ده يا سعاده البيئه؟ اخويا يمكن يعمل حاجه زي كده؟ ابدا. والله الاشاره اللي عندي بتقول كده. اشاره ايه يا فندم؟ الاشاره دي غلط، اكيد اسم حد تاني. اشاره ايه يا فندم؟ العربيه دي اصلا مسروقه وانا مبلغ عنها. الكلام ده تقوله في النيابه، انا دوري هنا تسليمك وبس. خدوا يا امين. لا ياخدوا فين؟ احنا لازم نفهم يا فندم. ايوه حضرتك بس لو جيت تعملوا معايا ايه بالظبط؟ هنرحله الصبح على النيابه في القاهره. اتفضلوا. اتفضلوا. يا نهار اسود. استنى يا عمر، انا جايه معاك. اتصرف يا حلب القاسم. ايوه على الصبح يا اخويا. على مهلك. ايدك يا اخويا عليك بالراحه. ما تقلقش يا عمر، والله ان شاء الله هتبقى سليم. ما تقلقش يا اخويا. لو سمحتي روح. اروح بس ازاي يا عمر وانت في الحاله دي؟ عم حافظ خدها وروح. فيها بهدله لغايه. لا مش هروح، مش هسيبك ابدا. بعدين يا كتفينا انت بتقابل حد كده وكتفينا. اوعى يا عمي يا خال بالقاس، والله دي مكيده معموله في الدكتور عمر اخويا. والله مكيده. مكيده مش مكيده لحد هنا وقفلت. اسمعي يا بنت نواوي، احنا مش ناقصين فضايح اكتر من كده. كراهيه بالقاسي. يقول عليك برضو تصيب خطيب بنتك في محنته. محنته؟ دي اشاره من عند ربنا عشان رايت بنت استكر ومش بيطلع بطيحه. الحمد لله الحمد لله انها كانت فاتحه وشبكه ما تمت. عموما الشبكه بتاعتكم في علبتها وعليها زياده كمان. على فكره بالقاسي دي مش اخناء ولاد الاصول. ولاد الاصول؟ انا قلتها، انا قلتها لك. دي للكلب عمره ما ينعدي ابدا. واسمع انا اخويا كلب. اذا كان اخويا كلب فانت بنتك عرسه. دي لو لفت العمر كله مش هتلاقي ظفر الدكتور عمر. وبعدها لك يا دكتور مكتوب عليك دايما تتقسم اتنين، مره دكتور شايل امانه شرف مهنه، ومره قبطان عاشق في مواني الدنيا، مره عريس قاعد في كوشه، ومرة محبوس في زنزانة مخنوقة، مرة في النور ومرة في الظلمة، ومرة كده ومرة كده. وتقول لي توب. توب ايه؟ هادي اخرتها. يمكن اختبار؟ معقول؟ ممكن. هو اكيد اختبار. بس معقولة كل دي اختبارات؟ ايه مفيش غيري في اللجنة؟ الله يخرب بيتك يا حافظ. ويقولوا لي توبي 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 توبي. ازاي بس ازاي اتوب يا عيني؟ ازاي عاش او غلبانة والنبي عاش او غلبانة والنبي عاش او
مظلومة والنبي والنبي والنبي